فقرتنا راح تكون طبية مهمة للرجال والنساء، راح نتحدث بها عن العقم عند الرجال، أسبابه وطرق علاجه، وأيضا راح نتحدث عن أسباب الإجهاض المبكر عند النساء. خصوص هذا الموضوع ضيفنا اليوم بالاستوديو البروفيسور سمير السامرائي، استشاري تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية والذكورة وعلاج العقم. يا أهلا وسهلا بك، نورتنا برنامج ظهيرة الجمعة. دكتور سمير، بداية يعني العديد من الأسر تعاني من التأخر بالإنجاب، يعني بعد مرور سنة أو سنتين أو أكثر حتى من سنوات من بداية الزواج، فأكيد من ضمن الأسباب هي العقم عند الرجال. فبداية حابين نعرف أو تعطينا نبذة تعريفية، ما هو العقم عند الرجال؟ طبعا المشاهد لازم يعرف يعني هو عقيم أم لا. نعم. في الحقيقة هو يعني عدم الإنجاب بعد مضي سنة على الزواج، ممارسة الحياة الزوجية بصورة طبيعية. نعم. وبدون استعمال مواد أو وسائل مانعة للحمل، فإن الرجل يعتبر عقيما إذا لم يحدث يعني حمل في السنة الأولى أي حمل. نعم. وطبيعيا وفيسيولوجيا يحدث بأول سنة 60% الإنجاب والحمل، و 40% المتبقي بعد مرور سنة هو في الحقيقة العقم. نعم. والعقم إلى أسبابه يعني العديدة والتي تراكمت علينا. نعم. وارتفعت نسبتها في 20 سنة الأخيرة. نعم. بسبب ارتفاع نسبة التلوث البيئي الهوائي والمائي والغذائي. نعم دكتور، رح نتحدث احنا عن الأسباب، هناك عدة أسباب أكيد طبعا رح ناخذها ورح نستفسر عن سبب وتشرح لنا الحالات. أول شيء حابة نذكره، بما أنه احنا نمر حاليا بجائحة الكورونا، فحابة أعرف المصاب يعني الرجل المصاب من الكورونا، هل هناك تأثيرات جانبية على يعني احتمال حدوث العقم وعدم الإنجاب؟ في الحقيقة أحدث البحوث العلمية والدراسات وصلتنا من أمريكا، من جمعية أنا عضو فعال هناك. نعم. وأظهرت النتائج بأن فيروس الكورونا يؤثر على الحيوان المنوي ويرفع نسبة تحطم وتكسر الحامض النووي المسؤول على حيوية وحركة وإخصاب. نعم. البويضة، وهذا أثر على الإخصاب بنسبة 20%. نعم. في خلال سنة واحدة. احنا نرجع على الأسباب الأخرى، احنا نعرف بأنه أسباب إذا تأثر دكتور يعني تأثر يعني المصاب الكورونا يضعف يتأثر 20%. نعم. الحيوان المنوي لان يتكسر الحامض النووي. نعم. المسؤول. نعم. على حيوية هذا الحيوان لتخصيب البويضة. نعم. بس احنا نعرف، يجب ان يعرف المشاهد بأنه 73% نستطيع ان نشخصها أسبابها. أكيد. ولكن 27% ما نستطيع، يسموها يعني العقم المبهم. ولكن والحمد. نعم. لله في السنوات الأخيرة اكتشفت وسائل مختبرية وطرق لمعرفة الأسباب المبهمة. نعم. رح ناخذ هم صور توضيحية دكتورنا دكتور سمير تشرح لنا أكثر عن هاي الصور. صور تبين الحالات، أسباب العقم، صح دكتور؟ وهذا هلا. نعم. نحكي عن. نعم. في الحقيقة. نعم. الأسباب الرئيسية للعقم هي التلوث البيئي. التلوث البيئي. ما ماذا يحدث في الجسم؟ نعم. في الحقيقة عندما نستنشق الهواء الملوث بالمواد السامة وثاني أكسيد الكربون. نعم. وطبعا الملوثة من وسائل النقل. نعم. ينشطر الأكسجين الموجود في جسمنا خصوصا بالمدن المزدحمة ينشطر دكتور. وهذه هلا قاعد نشوف ذرة الأكسجين تتعرض للعطب الأكسدي. نعم. العطب الأكسدي يعني الأكسدة الفائقة من جراء التلوث البيئي، يؤدي إلى ليبيد بير أكسيديشن، يعني. نعم. بيصير عطب والأكسجين يفقد من مدارة إلكترون واحد، يصبح يعني خطر جدا. نعم. ويتلف الخلية ويكسر الحامض النووي المسؤول. نعم. على تلقيح البويضة من خلال الحيوان. يعني هاي من أكثر الأسباب شيو عنا دكتور هو التلوث البيئي، هذا من أسباب الرئيسية. الرئيسية. نعم. هلا نيجي على مو هو احنا لازم نعرف. نعم. من عدد الأسباب في أكيد. هي. نعم.
اكيد احنا اليوم يعني بفقرتنا راح نعدد الاسباب والعلاجات ايضا. نعرف يجب ان يعرف المشاهد انه اكو ثلاث اجهزه مسؤوله على الانجاب نعم والاخصاب عند الرجل والمراه، وهو الجهاز التناسلي نعم والجهاز الغدي نعم الغده الصماء نعم والجهاز العصبي. اكيد اي خلل يحدث في واحده من هذه يأثر. يحدث العقم. طيب دكتور، بما انه ذكرت الجهاز العصبي فرح نجي هم حابه اسالك ضغوطات الحياه والضغوطات النفسيه، الحاله النفسيه اكيد كنا بدنا نتعرض خصوصا بالفتره الاخيره الى ضغوطات نفسيه شديده، يعني هل فعلا يعني اسباب مؤثره على حدوث العقم ممكن تاثر انه يحدث عقم؟ نعم اثبت نعم، وهذا حديث بانه نعم الدبرشن نعم يعني الكآبه نعم تؤدي الى يعني الضعف الجنسي عند الرجل. اذا لم يصل الحيوان المنوي الى المنطقه المطلوب بها الاخصاب ما يصير فان العقم لا محاله منه. نعم. هلا نرجع على الاسباب الرئيسيه، فاذا ياثر هو على يعمل يؤدي الى الضعف الجنسي. اي هذا نعم يعني هذا يسموه سبب غير مباشر، بس الاسباب المباشره نعم مهمه جدا ان نعم اذكرها، هو الخلل في الجهاز التناسلي عند المرأة والرجل. أكيد. الجهاز التناسلي عند الرجل المهم في تكوين الحيوانات المنوية هي الخصية. نعم. تلف الخصيوي وراح نشوفه بالشكل الآتي هذا الأخضر. نعم. التلف التكوين الحيوان المنوي في الخصية له أسبابه الأساسية. تلف الخصية ليس فقط نعم الأكسجين الحر اللي الجذور الحرة تأثر عليه وتأثر على تكوين الحيوانات، وإنما هنالك أسباب أخرى عضوية وليس بيئية، وهي أكثرها 40% دوالي الخصية. نعم. دوالي الخصية هي عبارة عن توسع بالأوردة الخصيوية تؤدي إلى تردع التخلص من المواد السامة الموجودة في الوريد، تؤدي من خلال ذلك نعم إلى 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 تردع في خلايا لايدك وخلايا سيرتولي المسؤولة على اللايدك المسؤولة على تكوين الهرمون نعم الذكري، والسيرتولي تحفز الخلايا الأم لتكون الحيوان. العطب يكون نوعين، ولهذا نشوف الرجال اللي عندهم نقص في الهرمون الذكري نعم يعانون من العقم، ليس فقط بأن الهرمون الذكري هو يعني نسب تنازل، وإنما لأن هذا الهرمون يحفز الخلايا السيرتولية المسؤولة على تحفيز الخلايا الأم لتكوين الحيوان المنوي. إذا غير مباشرا تؤدي إلى العقم. هذا الخصية. أما الخصية الهاجرة ويجب أن أذكرها مثل ما مبين بالصور دكتور سمير، تشرح لنا الحالة مثل ما مبين بالصور ده نشوفها حاليا بالصور. الحقيقة النطف يعني يبين هاي الشكل، يبين تكون النطف في الخصية كيف يبدأ من خلية بسيطة ويتكون جسم كامل رأس وذيل ويتحرك في القنوات المنوية وكذلك. صحيح دكتور، هنا يأتي دور الفحص المبكر أيضا، والفحص أو الفحص المبكر ليس فقط حصريا على النساء وسرطان الثدي، ولكن أيضا فحص لمنع حدوث سرطان البروستا أيضا. يعني الفحص المبكر ممكن نكتشف به شغلات نعالجها قبل فوات الأوان، صح دكتور؟ الفحص إلى أثر يعني نعم. من نقفز إلى موضوع آخر، ولكن نعم نقدر ننزمجه نعم ونقول بين 20 و40 توجد أسباب في الجهاز التناسلي تؤدي للعقم وتؤدي في نفس الوقت إلى الضعف الجنسي. نعم. يعني الكانسر مو من ضمن هاي الأسباب دكتور؟ هذه نعم التهابات البروستات. نعم. التهاب البروستات. نعم. هذه الغدة لازم أن يعني يعرفها المشاهد بأنه هي غدة تطوق المجرى البولي نعم تحت قاعدة المثانة، وإذا التهبت نعم بين 20 و40 التهبت ولم تعالج تؤدي إلى احتقان بها، وتؤدي إلى أولا إلى أعراض التبول وتردع التبول، وفي نفس الوقت إلى أعراض نعم العقم، لأن 85% من النساء المنوية تكون في هذه الغدة، فإذا وجدت نعم التهابات جرثومية أو غير جرثومية يؤدي إلى تلف الحامض النووي وتكسره وعدم
استطاعه الحيوان المنوي بتخصيب البويضه. هلا نرجع ونقول ما فوق ال 40 انت مو سالتينا على السرطان ما فوق ال 40 تبدا الغده الجنسيه هذه المهمه بالتضخم فيسيولوجيا تغيرات هرمونيه وايضيه. كل ما تضخمت كل ما زاد نسبه تكاثر الخلايا، ونحتاج الى طفره جينيه من جراء التلوث البيئي ويحدث السرطان. هاي بنحتاجها يراد لها حلقة أخرى. هلا نرجع على الأسباب الرئيسية للعقم. قلنا دوال الخصية والخصية الهاجرة عند الطفل عندما يخلق ولا تلاحظه أمه في السنة الأولى. إذا لم تنزل الخصية إلى الصفن يحدث تغيرات جينية والشاب يكبر ويصبح عقيما. والعقم هذا يعني ما في 90% ما في علاج بس 90% و10% نستطيع يعني بعض اذا أكيد. اذا نزلت الخصيتين في السنه الثانيه او الثالثه نستطيع ان نقوم بالتلقيح الصناعي. ولكن اكو اسباب اخرى تؤدي الى العقم وهي الاصابه بافراط الغده الدرقيه. الغده الدرقيه اذا صار بها يعني التهاب او تضخم يسموها هايبرتيريوزيس. اذا صار بها افراط بافراز التيروكسين يؤدي الى ارتفاع نسبه الهرمون الذكري عند الذكر وتاخر الانجاب تطور واتمام نضوج الحيوان المنوي ويحدث العقم. وكذلك تناول الاسترويدات للجمال الجسماني يؤدي الى توقف نمو الحيوانات المنوية لمراحلها الأخيرة، لأن المراحل عندنا سبع مراحل تطول 72 يوم، ولهذا في خلال هذه الفترة إذا توقف في فترة يعني ما قبل النضوج إذا العقم حدث. إذا بس نوضح للمشاهدين دكتور، الأبر الهرمونية اللي ياخذوها الشباب لتضخيم عضلاتهم خصوصا حاليا يعني مرحلة الشباب بصالات الجيم هي تؤثر يعني تزيد من احتمال حدوث العقم. طبعا لأن احنا قاعد نعطي هرمون للخصية اللي هي تنتج ويحدث كبتها. لان ياخذون اوفر ديمنزيونال دوز يعني معايير عاليه وتؤدي الى ضمورها. احنا نلاحظ مرضى يجون الخصيتين بها ضمور من جراء اخذ هذه العضلات الكبيره والخصيتين صغيره والحيوانات من عدمها لان هنا التحفيز يكبتها. اذا هذا السبب الثالث والسبب العصبي ايضا لان الشباب هم اكثر فئه ياخذوه الغده الدرقيه. الغده النخاميه اذا اصيبت بالتضخم تؤدي الى ارتفاع نسبه البرولاكتين بالدم. البرولاكتين هذا هرمون حليبي يضرب ويؤثر على نمو وتكون الحيوان المنوي. هذه اسباب الجهازين. والجهاز الثالث العصبي هو فقط يعني امراض عصبيه قد تصيب وخاصة حالة الإصابة بالسكري الفئة الأولى، لأن يصير القذف ارتجاعي ولا يصل الحيوان المنوي إلى المنطقة المطلوبة، وكذب عدم القذف هذه من الأسباب العصبية. هذه الأسباب كلها يجب أن نعرفها وإحنا نقدر نشخصها من خلال أولا فحص المريض وفحص البروستات إذا موجود التهاب، وفحص الحيوانات المنوية من خلال تحليل السائل المنوي ويعتمد على العدد والكمية وكذلك الحركة والتشوهات الموجودة به. والتشوهات يجب إذا لقينا فوق 30% تشوهات يجب أن نلجأ إلى الفحوصات المختبرية الحديثة التي بس يعني بتفحص السبرم كوميت. هو عبارة عن كمية التشوهات وتكسرات الحامض النووي ونعرفها، وإذا عرفناها نعطي لهؤلاء الشباب مواد مضادة لهذا التكسر ويحدث الإنجاب، والحمد لله موفقين بذلك. نعم أكيد. طيب دكتور، احنا حكينا عن العقم وأسباب العقم، واحنا وعدنا المشاهدين أنه نأخذ موضوع الإجهاض المبكر عند النساء، بس موضوع العقم موضوع متشعب وواسع. رح نتناول موضوع الإجهاض المبكر عند النساء بالحلقات المقبلة بالأسبوع القادم إن شاء الله دكتورنا العزيز. دكتور فد، تعطينا فد نصائح للشباب حول هذا الموضوع، يعني نصائح للرجال بالتحديد. في الحقيقة قلنا التلوث البيئي هو ليس فقط الهوائي والمائي، ولكن الغذائي
بإفراط بالإفراط في الأكل وعدم ممارسة الرياضة وأكل اللحوم الملوثة بالمبيدات الحشرات وكذلك المهرمنة الدواجن المهرمنة. هذه من الأخطار التي تؤدي إلى السمنة وتؤدي إلى المتلازمة الأيضية، أمراض العصر، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وفي الأخير انخفاض في نسبة تكون الهرمون الذكري مؤدّدا إلى الضعف الجنسي ومن ثم إذا أسلوب حياة صحي دكتور، أسلوب الحياة الصحي، الرياضة والأكل، خصوصا إحنا بلداننا العربية، على الوزن. أي الوزن بالضبط، الوزن، السمنة الزائدة، يعني كلها بشكل يبين بأنه التغذية الحمية الشرق أوسطية دكتور. الحمية يعني قاسية، الحمية الشرق أوسطية تختصر نختصرها بأنه فواكه خضروات واسماك، هذه مأكولات بحريه، وكذلك ان تكون عضويه وخاليه من التلوثات البيئيه والكيميائيه ومبيدات الحشرات. اكيد اكيد دائما اسلوب الحياه الصحي هو مفيد للجميع. دكتور، وهم نصيحه هم للشباب والرجال بسرعه، ما هواي ناس مثلا لحد الان تعتبرها عيب انه واحد يروح الدكتور او يفحص اذا انه العيب من عنده او وجود، فشنو نصيحتك بهذا الموضوع؟ نشجع لا حياء من الطب اولا. ثانيا الخوف من ذلك، هذا اعتبره عدم المعرفه. المعرفه تؤدي الى الشجاعه والذهاب الى الطبيب لمعرفه السبب. اذا تاخر مثل الجرافه بيحط راسه بالرمل وما يريد يشوف شيء، وهنا تحدث المضاعفات وبعدين المشكله تكون اصعب. يعني الواحد ما يستحي من هذا الشيء، وبالعكس دائما وما فوق الأربعين يجب ان يكون الفحص دوري. ما قبل الأربعين عند شعور بشيء عدم الانجاب او تاخر الذهاب الى الطبيب لتشخيص المرض وفحص الحيوانات المنويه والهرمونات عند الرجل، ومن ثم العلاج، وموجود العلاج والحمد لله. اكيد طبعا احنا بروفيسور سمير السمرائي جدا شاكرين لوجودك ويانا، المعلومات جدا قيمه ومفيده. ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء استفادوا من المعلومات، نلتقيك الاسبوع المقبل نكمل على موضوع الاجهاض المبكر عند النساء ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.